بداية بمخلفات أحوال الطقس، حيث شلت الكميات الكبيرة التي تهاطلت الليلة أمس على ولاية ورقلة، شلت حركة المرور بسبب ما خلفته من تجمع كبير المياه الراكدة، ويعود ذلك إلى انسداد البلوعات المخصصة لتصريف مياه الأمطار. وقد صارت هذه المشاهد للأسف تتكرر في كل مرة مع التهاطل الكبير للأمطار، لتكشف بذلك عيوب المشاريع وتفضح سياسة البريكولاج المنتهجة في إنجازها. وقد خلفت هذه الحالة استياء كبير لدى المواطنين، خاصة أصحاب المركبات. المزيد في ميكروفون مراسلنا من ورقلة مسابة ساسي. طرقات يعني ما كاينش حتى شبكه تصرف تصفيه المياه، شبكه تصرف صحي كما نشوفوا. الرصيف ماهوش مريقل، الطريق ماهيش مريقله، يعني كاين تجار هنا يخدموا، كاين تجار ما يقدروش يحلوا محلاتهم، ما كاينش الناس كش توصل لها.